تحياتي لكم من مدينة ووهان، معكم الدكتور فايز حرش مقيم في مدينة ووهان. سوف أخذكم اليوم بجولة ضمن هذه المدينة. طبعا نلبس الكمامة صارت جريمة يعاقب عليها في هذه المدينة. بدأت الحياة تعود شيئا فشيئا إلى هذه المدينة، وعودة الصينيين إلى حياتهم الطبيعية. من الناحية المعيشية والوضع المعيشي لا توجد أي مشكلة لحد هذه اللحظة. نلاحظ هنا الجميع يرتدي الكمامة. في الجانب الثاني من الشارع أيضا معظم المحلات فاتحة، لم تغلق. الحياة تعود إلى طبيعتها شيئا فشيئا.